أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. ينهي الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الأحد 5 أشهر من الاعتقال في فرنسا على خلفية اتهامه من قبل فتاة فرنسية باغتصابها تدعى لورا بريول. وخلال 5 أشهر الماضية اختار أمير رواني مخرج فيديو كليب سعد لمجرد التزام الصمت والتعليق على صور لمعلم بالنقط فقط قبل أن يخرج أمس السبت في تدوينة على صفحته بالإنستغرام كتب عليها 5 أشهر والله حرام. ثم عمد المخرج بعد ذلك إلى حذف الصورة التي تجمعه بلمجرد ومدير أعماله رضا البردي. ولا يزال مصير صاحب أغنية غلطانة معلقا حيث تمت المواجهة بينه وبين الفتاة الفرنسية منتصف مارس الجاري دون أن يخرج محاميه بأي جديد في قضية الإفراج عنه. كما يصر القضاء الفرنسي على إبقاء الفنان المغربي في السجن بالرغم من عدم تواجد أي دليل ملموس يثبت التهم المواجهة إليه. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.